وصلنا اهو عند المطريه، مستشفى المطريه، ادي باب العيادات الخارجيه عشان كل الناس اللي بتقول لي انا هنزل فين. خدت توك توك من عند حلميه الزيتون، هنزلها لغايه باب العيادات الخارجيه كده، لف الناحيه الثانيه تلاقي المحلات قدامك اهي، في صيدليه خطاب وفي لفعل بيبان ملاد. بصوا يا بنات ادي رشدان انا داخله عليه اهو، وظهري في الباب العيادات الخارجيه عشان محدش يقول لي انا ما شفتش رشدان وحواء. رشدان اهو وحواء اهو، الشارع بعده على طول اهو، الشارع بعده في احمد هدهد، ابو احمد بتاع الستاير، الناس كلها اللي انا بصور معاها، ام زيد في اول الشارع بتبيع جبير، مين تاني، كل الناس الحلوه هتلاقيها في الشارع ده. انا ماشيه معاكم اهو، انا ماشيه معاكم، الشارع اهو بدايته، والدنيا مطره والناس كلها مغطيه اهو عشان تصدقوا ان الدنيا مطره ما شاء الله، يعني يومنا ابيض، نهاركم ابيض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العنقود، احنا في سور الخميس المطريه، ادي المستشفى المطريه زي ما هي قدامك كده، وبرده هحط لكم العنوان في اول الفيديو. خلاص احنا انتوا عرفتوا الشارع اللي هتدخلوه، الشارع ده عند ابراهيم، هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه تتواصلوا معاه، واقف في سوق المرج يوم الثلاث في الساحه الكبيره اللي عند مسجد ابو السعود. هنا النهارده لقيت عنده جلد مقلوب، قلت والله لا اصور لكم عنده عشان عنده تشكيل حلو قوي من الجلد المقلوب، وعنده ماتشنجات حلوه قوي تعملوها، اطقم للانتريه او الصالون، بس ده صالون مش انتريه، اكتريته ده صالون مش انتريه، ومعاه الساده بتاعه كمان اهو، حتى الساده بتاعه لسه ما اتفتحش، بس ما شاء الله عنده تشكيل النهارده كبير قوي اهو، برده ده كده لسه ما اتفتحوش، خمدي الكتان، الجلد المقلوب اهو، الجلد المقلوب عنده ب 30 جنيه، انا اللي خلاني اصور ايه ظهره، ظهر الجلد بصوا يعني حاجه حلوه، يعني مستورد زي السيني ب 30 يا ابراهيم؟ كله في بعضه ب 30؟ هو انت ليه النهارده منزل جلد مقلوب بكتر؟ يعني ايه النهارده؟ الدنيا اتقلبت على هو اللي واقف عند هدهد، الدنيا اتقلبت عند ابراهيم، الدنيا اتقلبت، اوعى الشنط بتاعتي تتاخد. بصوا شفتوش عند حد الجلد ده، بصوا شايفين اتخيط فيه ايه؟ وليه زي حواف كده طالعه منه، يعني حاجه محترمه، خامته جميله قوي، ده الوحيد اللي كده مع اللون الكشميري اللي مع الاستاذه دي، معلش اشوفه بس وهديهولك تاني. بصوا يا جماعه بيقول لي دي ما ينفعش، بصوا انا عايزه ابينها لكم ان دي متخيطه اصلا، بس طالع منها حافه كده، دي كده في الركنه الكنب كل ده بيبان، عندك اللون اللبني، عندك الفستقي، عندك الكافيه، عندك اللي عامل زي الرخام ده، يا رب اكبر لكم الكاميرا اهي، عند ابراهيم، ابراهيم بيقف هنا وبيقف في سوق التلات المرج، تقف فين تاني في غير المرج؟ بيتكلم في التليفون، خلاص اساله لكم. يوم الحد في شبرا خيمه، فين في شبرا خيمه؟ عند جامع السلام، شارع 50 جامع السلام، يعني بعد مطاوع، بعد مطاوع على طول جامع السلام ده. المهم ان هو النهارده عنده الفرشه كلها جلد مقلوب، على راي علي الدنيا اتقلبت. في لون اخضر، في اللون اللي هو ماسكه ده زيتي غامق او فاتح على حسب ما انتم شايفينه، الوان كتير قوي. بصوا الموف اللي هناك ده، الموف اللي هناك ده تحفه تحفه، وعندكم اللون الزهري اهو ولبني، كشمير اللي جميل قوي اللي عاجبني ده اللي فيه التضليعه دي، هو واللبن الاثنين دول لو اتاخدوا وتنجد بيهم ركنه او كنبه، اللون ده مش لبن جميل قوي، لون فستقي فيروزي فستقي على حسب ما هم شايفين، على لون معين مش هو ده اللي ما مش هيقول على لون معين، اصلا الكاميرا عندي بتقلب كل الالوان مختلفه. بص عنده تليجر اهو، برده عنده تليجر، ده ايه برده؟ مقلوب، مقلوب برده، بس التليجر الوان بسيطه، بني محروق، وعندك كافيه برضو تليجر، الحاجات دي بتبقى بواقي بس ما شاء الله خامتها بتبقى تقيله. التليجر بكام يا هيمه؟ دي كبيره قوي يا ابراهيم، التليجر بكام؟ 25؟ ده في ناس هتصوت في التليفون ده، في الفيديو ده، 25 انا مش دعوه، دي بواقي، دي بواقي بقى حته 2 متر 3 متر، بصوا الجلد المقلوب ده ظهره، ده وشه، احنا قلنا ب 30 على فكره، كل خميس مع ابراهيم هتلاقي جديد، فمش شرط بقى عشان هو بيروح اسواق ثانيه، يعني انت عندك الخميس بعد الخميس يبقى سوق الثلاث، يعني اللي يشوف الفيديو ده قبل يوم الثلاث يروح له المرج،
هتلاقوه هناك عند مسجد، انت قريب من مسجد ابو السعود صح يا ابراهيم؟ في المرج قريب انت من مسجد ابو السعود. ايوه قريب من مسجد ابو السعود بعديه. خلاص انتوا معاكم رقم التليفون وتواصلوا معي. انا بس حبيت ابين لكم الشغل اللي عنده النهارده عشان لو حبيت تروحوا له يوم الثلاث. المكان مش بعيد، وادي جلد ملوى اهو. في حتت بتبقى امطارها طويله اطوال وفي حتت لا، فانت ونصيبك. بس التليجر خامته ملهاش حل، وب 25 جنيه وما عندوش همر. انا جيت عشان اساله على همر، مفيش همر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.